مستمعينا، فقرة خارج نطاق التغطية هي زاوية نسلط من خلالها الضوء على قضايا متنوعة من زاوية سياسية ونعيدها من جديد إلى واجهة الاهتمام الإعلامي. اليوم نخصص هذه الفقرة للحديث عن اليهود في فرنسا وأوروبا عامة، ونسأل هل هم مهددون بفعل تنامي ما أسماه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز الإسلام الفاشية. للحديث عن ذلك يسرنا اليوم أن نستضيف في استديوهات مونتي كارلو الدولي في باريس الخطار أبو دياب المحلل السياسي، على أن تنضم إلينا أيضا سيدة سيدة يعيل لرير، وهي مواطنة فرنسية يهودية. نرحب بك سيدة يعيل لرير في مونتي كارلو الدولية. مرحبا. أهلا. بعد أكثر من شهر على اعتداءات باريس التي أوقعت 17 قتيلا بينهم 4 وقتل لقوا حتفهم في اعتداء على محل تجاري لبيع المواد الغذائية الخاصة بالطائفة اليهودية، ثم جاء اعتداء كوبنهاجن اللذان أسفرا عن مقتل شخصين بينهم يهودي كان يقوم بالحراسة لحماية عشرات المدعوين إلى حفل ديني يهودي آنذاك. يعني يطرح التساؤل القديم الجديد من جديد، هل اليهود في فرنسا وأوروبا عامة هم مهددون اليوم بفعل تنامي ما اسمه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز الإسلام الفاشي؟ سؤال نوجهه إليك خطر أبو دياب. أصلا هناك تاريخ لليهود في أوروبا، وهذا التاريخ ينطوي على معاناة عميقة من الجيتوات في أوروبا الشرقية إلى صعود الشمولية النازية وطرح الحل النهائي عبر إبادة اليهود، وبالطبع انعكست بعد ذلك صراعات الشرق الأوسط أو صعود فاشية داخلية في أوروبا على حياة اليهود، وكان هناك موجات عديدة من العداء للسامية مما سمي بالمراجعات التاريخية، أي بإنكار المحرقة، بإنكار الهولوكوست. مسألة هذا العداء ما بين فئة من الراديكاليين المتطرفين واليهود مسألة تقريبا جديدة، تعود لصعود التيار الجهادي وللخلط ما بين ما هو في إسرائيل وما هو هنا في أوروبا. هذا التصدير أو هذا الاستيراد للنزاع ترك أثره، لكني أعترض على تعبير الإسلامية الفاشية. ربما اللغة الفرنسية لا تسعف، إذ في اللغة الفرنسية إذا استخدمنا قاموس لاروس نفهم أن الإسلام هو نفس الشيء الإسلامية، في القاموس العربي نسهل الأمور نتكلم عن الإسلاموية. أعتقد نعم أن هناك عند هذه الراديكالية المتطرفة من أمثال داعش فاشية، وفاشية باسم الدين خطرة، ولكنها ليس لها علاقة بالدين الحقيقي وبالإسلام، بل هي تأخذ الإسلام كرهينة. وبالفعل المؤسف أن اليهود يستهدفون كيهود مرة جديدة، هذا حصل في باريس، حصل في كوبنهاجن، يجب إدانته. هم لهم دور كبير في أوروبا وفي حياتها، وأيضا منذ أوائل هذا القرن يستهدف أيضا المسلمون في أوروبا كمسلمين. نعم. وهذا أيضا يزيد الأمور تفاقما ويعطي لهذا البعد الديني في الصراعات بعدا مأساويا. نعم. معنا مواطنة فرنسية يهودية يعيل ليرير. سمعت إلى خطار أبو دياب، يعني اليوم أنت كمواطنة فرنسية يهودية هل تعتبرين أن اليهود في فرنسا وأوروبا عامة مهددون بفعل تنامي ما يسميه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز الإسلام الفاشي؟ أولا أنا إسرائيلية يهودية، وأنا مقيم بفرنسا بس مش مواطنة فرنسية. نعم. بس هذا لإلي يعني هذا إشي يعني إنه مثير لاهتمام طبعا كيهودي بشكل عام، وطبعا أنا موافقة تماما مع الكلام قبلي بالنسبة لهاي التعريف الإسلام الفاشي اللي لقيته لما سمعت خطاب فالس وحكاها بمقابلة بالراديو الفرنسي. بنسمع منه كأنه الإسلام هو التهديد عن فرنسا وعن أوروبا، وهذا طبعا كلام لا يقبل بشكل عام، وخاصة لما بيحكي رئيس دولة اللي تقريبا 10% من المواطنين تبع مسلمين بيحكي بهاي اللغة الفاشية هي بحد ذاتها.
وطبعا ما كل العمليات الأخيرة اللي صارت وشكل عمليات كوبنهاجن اللي هي تقليد عمليات باريس, يعني إنه زلمة عمل بالزبط نفس الشيء, وفي تهديد يعني بدون شك, يعني في يهود اللي استشهدوا بباريس وبكوبنهاجن, بس كل هدول العمليات هي عمليات فردية, يعني ما بنحكي عن شبكات, ولا واحد بيقدر يثبت إنه في بالفعل علاقة بين هدول هدول الشباب, وكل واحد هو عملية فردية اللي في شاب اللي مش واضح بالزبط شو علاقته بالآخرين, إنه ما في يعني لحد اليوم بعد عمليات باريس لما في الإخوان اللي عاملين عملية شغل يبدو هم كانوا بيقولوا إنه عندهم علاقة بالقائد يمن, والكاليبالي اللي عمل العملية بالسوبر ماركت اليهودي تاني يوم كان بحكي عن علاقته بداعش, معناته انه هون كل واحد يعني انه انا بالنسبة لي يعني لحد اليوم ما بنعرف انه في بالفعل هون اذا في تهديد او شبكات, ولا الي هذا اكثر اشي عمليات فردية, ومن شان هيك انه ما يشكل خطر يعني ما كبير ويومي, وأنا مقيمة, أنا عايشة بباريس, وباريس في يهود متدينين اللي هم من بينين بالشارع, لأن اليهود المتدين زي المسلم المتدين, يعني باللبس بنعرف إنه هو يهودي, وهدول اليهود موجودين ومقيمين, والحياة اليومية, وهون دايما في فرق كبير بين الخطاب السياسي بفرنسا والحياة اليومية اللي فيها تعايش بين اليهود والمسلمين, خاصة لما بنشوف اليهود اللي هم كمان من عسل مغربي اللي مقيمين هون بفرنسا, وبنشوفهم يعني انه في حياة مشتركة بأحياء مشتركة, بس ما هذا يعني اللي صار هو خطير جدا, والإشي الخطير جدا هون إنه اليهود, أنا مش بس بفكر إنه في هون خلط يعني إنه بين اليهودية والصهيونية وإسرائيل واليهود بأوروبا, إنه صار هدول العمليات الفردية اللي كل هدول العمليات انعملت اللي عاملينها هم شباب فرنسيين من أصل عربي بس هم أو بالدنمارك ودنماركي اللي ما كانت عندهم علاقة جدية بالإسلام, يعني هم مش متربين ببيوت اللي فيها تقليد, يعني إنه هدول بشي مرحلة يعني, وهون في سؤال كبير ومهم, كيف صاروا اليهود رمز أو هدف, وهون في خطر, يعني أنا إذا بتسأليني بس بكمل جملة, خطاب لما بنسمع خطاب فالس, يعني نفس المقابلة اللي أتابع لما بحكي عن الإسلام الفاشي مناحي, وبحكي عن أهمية وجود اليهود بأوروبا, بس ما بحكي في نفس الوقت عن أهمية وجود المسلمين بأوروبا اللي هي نفسها, لأنه بالآخر العنصري هو العنصري, الأسامية هو جزء من العنصرية, لو كانوا مسلمين بأوروبا بأيام النازية كانوا كمان هم نعم جزء من المشروع. نعم سيدة يائيل لفي لريرد, ابقي معنا على الهاتف. خطار أبو دياب يعني اليوم تقول أنه بالنسبة للمقابلة التي خص بها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز إذاعة RTL الفرنسية, تحدث عن إسلام فاشي, قال أنه اليهود ولم يأتي على ذكر أيضا القسم الآخر اليوم من الفرنسيين المسلمين. هو ربما ركز على ذلك لأنه جرى تدنيس لمقبرة يهودية, لكن على ما يبدو حسب المعلومات الأولية إن ليس علاقة للمسلمين بهذا الأمر. نعم, وهذا شيء أيضا إثبات إضافي على إن هذا التعايش أو هذا العيش موجود.
من ناحية أخرى الشيء الأهم بالنسبة لرئيس الوزراء هو تناقض كبير بينما كان رئيس الجمهورية يتحدث عن ضرورة عدم تسمية تنظيم الدولة الإسلامية بالاسم بل داعش. حصر ذلك بداعش. يأتي رئيس الوزراء ليخالف الأمر، وهو منذ فترة تكلم عن ضرورة محاربة بعض الأفكار، هذا شيء آخر. يجب أن تحارب أفكار راديكالية تدعو لعدم جعل المسلمين متابعين للقوانين الفرنسية، لكن الأهم أن الإسلام عنصر غنى لفرنسا، والإسلام عنصر أساسي اليوم لفرنسا، وفرنسا منذ أيام الإمبراطورية إلى أيام الجمهورية الثالثة كان لها سياسة إسلامية، وبني جامع باريس الكبير كتحية للجنود المسلمين الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى. إذن هناك تاريخ كبير بين فرنسا والإسلام لا يمكن أن يختصر بحفنة من الموتورين. نعم، دعونا نستمع سيدة يائيل ليفيا، دعونا نستمع إلى التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عندما زار أمس مقبرة يهودية جرى تدنيسها مؤخرا وأثار ذلك موجة استنكار عارمة من الطبقة الفرنسية الحاكمة. نستمع إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. فرنسا هي بطبيعة الحال مكانكم، ولكني أعرف أن البعض يتساءل متى تتوقف مثل هذه الممارسات وهذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه التهديدات. أعرف أن البعض يقول علنا ما إذا كان بالإمكان أن نستمر في العيش بسلام في بلادنا. أريد أن أقدم رد الجمهورية الفرنسية على هذا التساؤل، إنها ستدافع عنكم بكل قواها. سيدة يائيل ليرير، يعني الرئيس الفرنسي طمأن اليهود، قال لهم إن الجمهورية الفرنسية ستدافع عنهم بكل ما أوتيت اليوم من قوة. يعني بالنظر اليوم لرد فعل الطبقة السياسية في فرنسا تجاه ما حدث، كيف تقيمين ذلك بالنظر أنت أنك مواطنة اليوم إسرائيلية يهودية تقيمين على الأراضي الفرنسية؟ في هون شغلتين مهمة جدا. يعني أولا خطاب هولاند كان كمان رد فعل خطاب نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. نعم، عندما دعا اليهود إلى الهجرة، دعا يهود فرنسا وأوروبا عامة للعودة إلى إسرائيل. وهاي والحمد لله، يعني أول مرة إنه في نكد فرنسي عن نتنياهو. يعني من يوم انتخاب هولاند هو بيدعم سياسة نتنياهو وبيدعم نتنياهو، وكمان حتى لما بعد عملية باريس لما أجا مع نتنياهو كأنه على الكنيس اليهودي الكبير بباريس، كأنه اللي صار بباريس هو إشي إسرائيلي، وهو مش إشي إسرائيلي، هو إشي فرنسي، ومنحكي عن اليهود الفرنسية. وأخيرا في نكد من جهة هولاند وجهة فالس، وأنا برأيي مهم ومثير للاهتمام. هذا أول إشي. الإشي الثاني اللي أنا برأيي غريب وهو شوي مركب، إنه لما بحكي أنا بتابع عن كل خطابات ومقابلات فالس بهذا الموضوع من يوم عملية شارلي إبدو والسوبر ماركت الكاشير، وهم من هو بالذات في نفس الوقت بحكي عن أهمية وجود يهود فرنسا، إنه فرنسا مش رح تكون فرنسا بدون اليهود، وهذا إشي وأنا موافقة معه، ونفس الشيء بالنسبة للمسلمين يعني. لكن هو بيقول لما هو بيقول ما في محل لأديان اللي هم مش ما بيمشوا مع بعد مع القيام الجمهورية الفرنسية مع المساواة الكاملة للنساء. وهون بخطابه لما هو بحكي وخطابه اللي هو خطاب كاسي ضد الطائفة الإسلامية، ضد المسلمين مش كلهم، المتدينين بفرنسا. بالآخر هو كمان خطاب ضد الوجود اليهودي المتدين بفرنسا، لأنه بفرنسا زي بكل بلد آخر بس أكتر هون في مناحة كتير يهود اللي هم بغزين كتير عند المثقفين زي اللي بنعرفهم زي ألان فينكلكروت من ناحية، زي إريك زامور من ناحية تانية، يعني في يسار في روني براومان في يمين، لكن هدول الناس هم من أصل يهودي بس مش يهودين، مش يهود متدينين. يعني هدول الناس مش من هدول اللي بيشتروا أكل
السوبر ماركت الكشير. نعم. وما يعني علاقتهم بالدين اليهودي هي علاقة خفيفة. نفس الشيء موجود طبعا عند الطوائف المسلمين عند المسلمين هون بفرنسا. في أقلية صغيرة من النساء المحجبات هون. يعني أغلب الفرنسيين من أصل مسلمي هم مسلمين بس مش متدينين. يعني إنه هم نحكي عن أقليات صغيرة اللي خطاب خاصة خطاب فارس بشكل عام بحكي دين هاي الأقليات. لما هو بحكي دين هاي الأقليات تم انتقاد بكل الأحوال خطاب رئيس في نفس الوقت بالفعل بحكي كمان ضد وجود هدول اليهود هون بفرنسا. وفي إشي هون اللي هو شوي مركب إنه بالفعل هو من ناحية بيقول وجود اليهود مهم بس بالآخر هو بيقول إحنا ما بنقبل ناس اللي بيحفظوا عن العادات والتقاليد تبعونهم اللي مهم لإلهم مثلا إنه يتجوزوا بالطائفة اللي هذا موجود عند اليهود وعند المسلمين. لا. إنه يكونوا يأكلوا. يعني في خطاب كامل هون عن شو الأكل اللي موجود بالكانتين تبع سيدة يائيل. أسف لمقاطعتك ولكن اليوم يتبقى لنا بهذه الفقرة سوى دقائق. أود أن أوجه السؤال لخطار أبو دياب. اليوم رد فعل الطبقة السياسية يعني هل يمكن القول أن جرى أن ردود فعل الطبقة السياسية تم تسييسها لأغراض سياسية داخلية اليوم في فرنسا؟ شعبية فرانسوا هولاند يمكن القول أنها قفزت يعني بعد اعتداءات باريس. رد فعل الطبقة السياسية أنزك. لكن الأهم أن هذه الطبقة بعد يقضى بسيطة ووحدة وطنية لوهلة في يوم 11 من يناير جونفيه الماضي لم تكن على المستوى. يعني لاحظنا مثلا كيف تكلم أيضا رولون دوما عن هوية أو دين زوجة رئيس الوزراء. لاحظنا كلام فالس. لاحظنا كلام آخر. هذا الاستغلال لهذا الموضوع خطر. كان يجب أن تكون لحظة 11 يناير كانون الثاني لحظة إعادة نظر بالنموذج الفرنسي، المزيد من إدماج الإسلام في فرنسا، المدني يزيد من علمنة إيجابية تعطي لهذا النموذج قوة. الآن يتم تحوير الخطاب لغايات سياسية لكسب أصوات، ويجب ألا يتم نقل الصراعات إلى هنا، ويجب عدم استخدام هذا البعد أيضا لغايات انتخابية. يجب الترفع عن ذلك وجعل هذا الموضوع هم وطني والتفكير بإعادة تركيب النموذج الفرنسي بصيغة أخرى مفيدة ومتأقلمة مع الواقع الفرنسي الحالي. بكل الأحوال المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان قال اليوم إن فرنسا هي تحت المراقبة نظرا للحريات داخل البلاد خاصة حرية التعبير والأشياء العنصرية. أحد المتابعين لصفحة البرنامج على موقع فيسبوك خطار أبو دياب يقول اليوم نحن نشهد نهاية العالم، الكثير اليوم المسلمين الدين الإسلامي ليس قتل الأبرياء، أنا مسلم وأحترم جميع الديانات السماوية. يعني اليوم مسلم اليوم يتساءل. نعم هذا المسلم له الحق أن يتساءل لأن حملة تشويه الإسلام من قبل هؤلاء المجانين الدمويين، هذا الوحش الذي يضرب بقرونه كما فعل أخيرا في ليبيا بالفعل يشوه، لكن يتوجب على هذه النخب الإسلامية المدنية والدينية أن تتحمل مسؤولياتها، أن تعلن الوجه الحقيقي للإسلام، أن تنفصل عن هؤلاء، أن تدين هؤلاء بقوة، وعلى أيضا السلطات من أجل أعطاء بعد أكثر لاندماج هؤلاء الشباب لأنهم أصبحوا جزء من فرنسا، معاملتهم وأعطائهم الحقوق المطلوبة. من دون هكذا تبادل مفيد لن يكون هناك، يهدد السلم الأهلي يوما حتى في فقط فرنسا. فقط للإشارة يعني اليوم ردت فعل المراجع الدينية الإسلامية في فرنسا كيف يمكن اعتباره بعد اعتداءات باريس واعتداءات كوبنهاجن؟ هل كانت على المستوى المطلوب اليوم؟ أعتقد في الإجمال كانت على المستوى المطلوب، لم نلحظ خلل. مثلا في الدنمارك حصل شيء معيب، كان هناك البعض من أخذوا الظهور إلى مقبرة القاتل، هذا لم يحصل في فرنسا. في فرنسا حتى الآن في الإجمال ردات الفعل جيدة موزونة، وليس هناك من استغلال بل على العكس هناك سعي أكثر للتعاون مع السلطات. وأعتقد أن هذه الفئة المتطرفة محدودة جدا جدا، وستثبت الأيام إن الإسلام قادر على الذوبان في الجمهورية، شرط أن تكون الجمهورية وفية لمثالاتها الأساسية. نعم شكرا جزيلا لك خطار أبو دياب المحلل السياسي، وأشكر أيضا ضيفتنا يائيل ليفيه مواطنة إسرائيلية يهودية مقيمة على الأراضي الفرنسية. ثوانا قليلة مستمعينا ونفتح الجزء الآخر من حلقة اليوم قضية اليوم، ابقوا معنا.